وعزف الرياح ووقع المطر. وقالتني الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المتحدث الرسمي لجيش العدل البلوشي الأستاذ عبد الرؤوف ريكي. الأستاذ عبد الرؤوف، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الرؤوف، منظمة جيش العدل أعلنت عن إطلاق سراح الجنود الأربعة الذي تم أسرهم في فبراير الماضي، وكان هناك يعني أخبار من قبل المنظمة بأن وساطة قام بها علماء أهل السنة والجماعة وبعضا من شيوخ القبائل البلوشية، قررت بعدها اللجنة المركزية وقيادة الجيش في جيش العدل بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. ماذا عن التفاصيل؟ قبل كل شيء نقدم تحياتي لكم وإلى مشاهدي الكرام. أما بعد، فإننا بعد ما أخذنا وقبضنا على جنود الإيرانيين، فبعد أسبوع من هذه العملية أرسل إلينا أكبر علماء السنة في إيران الشيخ عبد الحميد حفظه الله وفدا لأن نتفاوز معهم في قضية الأسرى. فالتقيت بنفسي مع الوفد، وأرسل الشيخ عبد الحميد مصحفا إلينا وطلب منا وناشدنا بأن نطلق عن سراح أسرى الإيرانيين، ولكن طالبنا منه ومن علماء السنة جميعا بأن يتكلموا مع الحكومة الإيرانية في قضية المعتقلين أهل السنة في إيران. فقالوا: نحن نتكلم، وإن أعلنتم وإن أطلقتم سراح أسرى إيرانيين فإن شاء الله وعدتنا الحكومة الإيرانية إذن بأن الحكومة سوف تطلق عن سراح معتقلي علماء السنة وكذلك شباب السنة في سجون الإيرانية. فبناء على هذه المطالبة وإكراما لعلمائنا خاصة علماء السنة الشيخ عبد الحميد بأنه أكبر هو من أكبر قادة أهل السنة في إيران، ونحن مع اختلاف النظر نحن نخالف نظرته في لأنه يعتقد وهو يجتهد لأجل حقوق السنة ولكن سلمية، ونحن نعتقد بأن هناك لا يمكن الوصول إلى حقوق السنة بفريق سلمي إلا مع الجهاد والكفاح. مع اختلاف نظرنا ولكن نحترمه ونرى مكانته الكبيرة في السنة فيه. فلأجل هذا أطلقنا سراح يعني أسرى الإيرانيين. حينما تم إطلاق سراح هؤلاء الأربعة، سلمتهم للوفد أم يعني كيف كان طريقة التسليم؟ نعم، سلمناهم للوفد الذي جاء من جانب الشيخ عبد الحميد. يعني الوفد أرسل الشيخ مرتين والتقينا مع الوفد وسلمنا جنود الإيرانيين للوفد. هناك بعض الإخوة ينتقدوننا بهذا الأمر. لماذا؟ ويعقبون علينا ويقولون لأجل لماذا تركنا ولماذا أطلقنا سراح المجندين. ولكن نحن نقول لإخواننا جميعا بأننا هناك حرب بيننا وبين الحكومة الإيرانية، حربا عسكريا وإعلامية، ونحن يعني نتنا بإطلاق سراح الجنود الإيرانيين إعلاميا في إيران وفي السنة. وهناك بعض الناس كانوا يتصورون بأننا نخالف علماء السنة، ولكن بهذا الأمر وبهذا الحكم هناك أصبح الناس يعني ينظرون إلينا بأننا حقيقة نقاتل
قتال هناك وتفاه هناك قتل أجل السنة وليس هناك مقصد آخر. إذن الآن أستاذ عبد الرؤوف سلمتم الأسرى، ماذا بعد التسليم؟ هل هناك وقفة من علماء السنة في بلوشستان من ناحية مئات الأسرى البلوش الموجودين في السجون الفارسية، أم أن الأمر يعني سيكون يعني مجرد الإطلاق فقط وليس هناك مطالبات من أهل السنة في بلوشستان؟ لا ليس كذلك، بل هناك مطالبات موجودة، ونحن قلنا للوفد بأن هناك مطالبات، ونحن في هذه المرة احتراما لعلمائنا نحن وحسنا وإظهارا لحسن نيتنا نحن نطلق سراها وسرا، ولكن هناك الحرب موجود وليس فقط مرة واحدة بأننا أطلقنا بأننا قبضنا على خمسة وبس بقي، ليس هناك قضية واحدة بل هناك حرب بيننا، واعترف قادة العسكرية في إيران بأن في سنة الماضية كان حربا دائما بين القوات الإيرانية وبين الجيش العدل، فهناك حرب باقية، وإن حكومة الإيرانية إن ما أطلق سراح علمائنا وأسرائنا بعد هذه القضية بعد أن أظهرنا حسن نيتنا فسوف نقوم بعمليات أكبر إن شاء الله تعالى. الأستاذ عبد الرؤوف ريكي أشكرك شكرا.